السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله للا خديجة، مرحبا. بارك الله فيك دكتور، تنشكرك بسهل البرنامج. شكرا جزيلا لكم للا. بارك الله فيك، عافاك أنا مخطوبة، خاطر الواقع لي مشكل وبغيت عافاك تجي معاه. وقع لي مشكل؟ اه، ودابا مسكين وقع لي مشكل مع واحد السيد، ودابا كاين في السجن وباقي ما تحكم، وعافاك بغيت تدي معاه. الله الله الله، مسكين، لا اله الا الله، لا اله الا الله. للا خديجة، ملي تتكلمي مع الخطيب ديالك في السجن قولي ليه واحد الوصية، قولي ان شاء الله تعالى ربي غادي يفرج عليه اذا اكثر من الاستغفار، اكثر من الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الله تعالى غيجعل لي من هذا الضيق مخرج، فنسأل الله تعالى رب العباد أن يحفظه ويرعاه. اللهم يا رب العالمين، نسألك أن تفك أسره، اللهم فك أسره وأظهر براءته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كما أنجيت يوسف عليه السلام من السجن، اللهم أخرجه منه سالما غانما بريئا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أمين يا رب. شكرا يا دكتور. ولالا خديجة، غير قولي لي كتر من الاستغفار، ففيه فيه بركة وفيه تيسير بإذن الله تعالى. أمين يا رب دكتور، نشكرك بزاف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السجن هو واحد المحل، كم من مظالم في السجون، نسأل الله تعالى أن يفرج على الجميع، ونسأل الله تعالى أن يفك الأسرى على الجميع، واللي كان فعلا مذنب نسأل الله أن يتوب علينا وعليه وعلى جميع المخطئين والآثمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.